السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي بمقطع جديد. وأعرف وأدري أني مقلل المقاطع كثير مقارنة بالفترة اللي قبل، بس أقدلكم أني برجع أنزل أفضل وأكثر من قبل بكثير، بس أخلص المليون مشكلة اللي عندي بالأغراض والمونتاج وغيره. مقطع اليوم هو المقطع الأسبوعي مثل كل خميس، مقطع تحديات الأسبوع، وهالمرة الأسبوع الرابع من سيزن الثامن بنشوف شرح لكل التحديات، وبعدها مكان البنر السري الخاص بالأسبوع الرابع. قبل لا نبدأ، لو أنك حاب تنورنا في القناة وعشان إن شاء الله نوصل ل500,000 وتكون جزء كبير من هالشيء، نورنا بشراكك وتفعيلك الجرس، وتقدر كمان تحط كود المتجر سيو. الكود هذا يدعم القناة ويحفزني بشكل كبير إني أجيب لكم أشياء أفضل وأقوى، وأشكر كل الناس اللي ظلوا يدعموني بالكود وكل ما إن شاء الله يرجعوه، وما عندي أي كلمة تكفي على دعمهم. ويلا نروح للتحديات. التحدي الأول اللي معنا، التحدي اللي تكرر كل أسبوع، تحدي الهبوط الممل. التحدي هذا عبارة عن تحدي مراحل، وبيكون 5 مراحل بالضبط، يعني بتحتاج 5 أيام مرحلة في كل جيم. وفي المرحلة الأولى، في الجيم الأول، مطلوب انك تنزل لمدينة تلتد، انزل لمدينة المعرقين هذه على طول من الباص، وانزل للمدينة وتكون خلصت المرحلة الأولى وانتحر أو خلص الجيم. بفتح لك المرحلة الثانية، قم بالهبوط في مدينة جونج جونكشن، نفس الشيء، انزل للمدينة وانتحر أو خلص الجيم. المرحلة الثالثة، قم بالهبوط في مدينة ريتل رو. والمرحلة الرابعة، مدينة هابي هاملت اللي في الخريطة الثلجية. والمرحلة الخامسة والأخيرة، مدينة بليزنت بارك، وتكون خلص التحدي بشكل كامل. التحدي الثاني، قم باستخدام كرة الهامستر 5 مرات ولكن في أيام مختلفة. أسهل تحدي أكيد، لأنك ما بتسوي أي شيء إلا أنك تركب في كرة الهامستر. قدامكم على الشاشة أماكن تواجد كرات الهامستر، ولازم تركب في هذه الكرة 5 مرات مرة كل جيم، يعني بتحتاج 5 أيام، وفي كل جيم تركب كرة الهامستر مرة واحدة وتكون خلصت التحدي. التحدي الثالث، قم بقتل لاعبين، واحد باستخدام الأسلحة اللي بسكوب، واحد آخر باستخدام الأسلحة الكاتمة. التحدي بشكل واضح يطلب منك أنك تقتل لاعبين في جيم واحد أو في أكثر من جيم، ولازم تقتل واحد منهم باستخدام الأسلحة الكاتمة، واللي هم 3: الاسمجي الكاتم، السكار الكاتم، أو السنايبر الكاتم. واحد من هالأسلحة اقتل فيه لاعب وتكون خلصت نقطة، وباقي لك انك تقتل لاعب باستخدام الأسلحة اللي بسكوب، واللي هي السنايبرات الهيفي والسنايبر الكاتم، أو مسدس الريفولفر، وعند الرشاش اللي بسكوب والحراري. وأظن أنك لو قتلت لاعب بالسنايبر الكاتم بيحسب لك نقطتين، لأن هالسلاح كاتم وكمان في سكوب، يعني دبل. باختصار، اقتل لاعب باستخدام الأسلحة الكاتمة ولاعب باستخدام الأسلحة اللي بسكوب. التحدي الرابع، قم بإطلاق نفسك خلال المباني باستخدام المدفع، وكاتب لك على اليمين 25، يعني أظن أنه يقصد أنك لازم تركب المدفع وتكسر 25 قطعة بناء لما تكون طاير بضربة مدفعية. طبعا ال 25 قطعة مو شرط تكسرهم ضربة واحدة، عادي في أكثر من ضربة، وحتى عادي في أكثر من جيم. أما الشيء اللي مو واضح هو قطع البناء اللي لازم تكسرها. أتوقع أن أي شيء تكسره بيضبط، بس لو ما صار فأكيد يقصد أنك لازم تكسر مباني الخصم، بس ما أتوقع هالشيء، وهالشيء كمان بيكون مرة سهل. باختصار، اركب مدفع، طير نفسك على طول باتجاه اقرب بناء تلاقيه، وحاول تكسر 25 قطعة وتكون خلصت التحدي. التحدي الخامس، التحدي هذا واحد من اسهل التحديات، قم بفتح كنزين مدفونين 2، اوكي، في جيم واحد او في اكثر من جيم. مثل ما تعرفوا، اللعبة اضافت خريطة كنز. الخريطة هذه تلاقيها في الصناديق، في اللامات، على الارض، وكثير اماكن، ولو شلتها معك فراح تأشر لك على مكان وجود كنز مخفي، واللي تلاقي فيه أسلحة ذهبية. المطلوب منك هو أنك تفتح صندوقين مدفونين في جيم واحد أو في أكثر من جيم، وكذا تكون خلصت التحدي. التحدي السادس، قم بقتل 3 لاعبين إما في خريطة هابي هاملت أو في خريطة بليزنت بارك. التحدي ما يحتاج شرح، لأنك بتسوي شيء مباشر، وهو أنك تروح لمدينة بليزنت بارك أو مدينة هابي هاملت وتقتل 3 لاعبين، وعادي في جيم واحد أو في أكثر من جيم. المهم انه في المجموع تقتل 3 لاعبين، ومسموح لك تروح لواحد من هالمدينتين، بليزنت بارك وهابي هاملت. التحدي السابع والاخير بيكون تحدي مراحل، و3 مراحل بالضبط. التحدي نزلت من شوي، فالحمد لله نعرف المرحلة الاولى، قم البقاء على قيد الحياة بينما يموت 60 لاعب في جيم واحد. التحدي مرة سهل، يطلب منك انك تدخل لجيم سولو او دو او سكواد، وانصحكم بالسولو لان الناس يموتوا بسرعة هناك. وباختصار، لازم تظل عايش ويموت 60 لاعب في الجيم اللي انت فيه. لو ظليت عايش ومات 60 لاعب في نفس الجيم اللي انت فيه، كذا انت تكون خلصت المرحلة. تقدر تزبن او تنزل لمكان بعيد او تعرق لو تريد، في اللحظة اللي توصل فيها للتوب 40 تقريبا، كذا انت تكون خلصت المرحلة الاولى.
باقي مرحلتين واتوقع انهم بيطلبوا منك نفس الشيء بس بارقام اصعب، يعني لازم تعيش لفترة اطول ولا شيء كذا. المهم بكتب لكم المرحلة الثانية والثالثة في الكومنت المثبت اول ما اعرفهم على طول، وكذا نكون خلصنا السبع تحديات. مكان البنر السري الخاص بالاسبوع الرابع من سيزن الثامن. البنر هذا عبارة عن شعار تقدر تستخدمه في اللعبة مثل الشعار اللي تشوفه قدامكم. لو شلت البنر افرح يصير في اغراضك وتقدر تستخدمه في اي وقت، وعشان يطلع لك البنر لازم تاخذ نجمات وبنرات الاسابيع الماضية كلها، وكمان لازم تكون مخلص كل تحديات الاسبوع الرابع السبع تحديات كلها بدون ما تنسى اي واحد. ومثل ما تشوفوا هذه هي شاشة الانتظار الخاصة بالاسبوع الرابع، والبنر موجود بشكل واضح في هالمكان الخاص بالشعلة. روحوا نفس المكان اللي رحت له بالضبط والبنر 100% بيطلع لكم، خذوه وتكونوا خلصتوا كل شيء خاص بالاسبوع الرابع. وطلب مره بسيط وهو انك تحط لايك على المقطع، هالشيء له فايده مره كبيره وشيء مره يحفزني، لان في كثير ناس بالالاف يحطوا ديسلايك وشيء محبط احيانا. فشكرا لو انك حطيت لايك، وشكر اكبر لو انك حطيت كود المتجر سيو عندك. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا تدعموا بالاشتراك عشان يوصل مقطع تحديات لين عندك اول ما ينزل. اشوفكم في المقاطع الجايه ومع السلامه.